ممكن في الفيو بتاع الدور بتاعك في حاجة معينة عايز تاخدها للفيو أب، بس لو أنت عايز تاخد الحاجة دي مثلا من غير ما تغير في الفيو رينج هتلاقي إن الدور كله جه معاك، فأنت محتاج تلاقي طريقة إنك تلم الجزء ده بس مش كل الشغل. طيب على سبيل المثال مثلا خلينا في ليفل 2 هنا مثلا راسمين مثلا روف أو بالشكل ده. طيب لو أنا جيت ليفل 1 هتلاقي إن هو بيظهر عندي هنا. طيب عشان أظهره ممكن أعمل إيه؟ ممكن أجي هنا في الأندرلاي وأقول له أنا عايز أشوف حاجة من ليفل 2، فبدأت تظهر معايا. بس لما بدأت تظهر في حاجات تانية ظهرت معايا أنا مش محتاجها. طب أحل الموضوع ده إزاي؟ أجي من موديفاي وأقول لاين وورك وأختار شكل الخطوط اللي أنا عايزها، وبعد كده أعمل كليك بالشكل دوت تمام أهو، ولو دوست كيب وجيت هنا وقلت له لا نعم هتلاقي كله اختفى ما عدا الخطوط دي. الخطوط دي لو انت عملت سيلكت هيقول لك ان دي فيزيك بروف، وتقدر تيجي هنا وتعدل فيها. مثلا لو نقلتها كده هنا مثلا وزادت من ليفل 1 تلاقيها اتحركت برضه زي ما هي.